دول مصاروة. الماشين هناك دول مصاروة. انت مصري. ده مش كلام فارغ اللي انا بقوله. لما دايما بكون بره مصر حوالي سنة 80 مثلا، دي مش بعيدة قوي، كنت في جنوب السودان، كان أول ما اتحرك في أي حتة يا مصري يا مصاروة، لما خاصة بقى لما أشوفوا البنات يا مصاروة يا بنات المصريين. وأنت كنت بتسكت عادي كده؟ الساعة 7 لازم ترجع البيت. يا بنت لما تتكلمي ما تعليش صوتك. انت بتضحكي بصوت عالي، انت قليلة الادب. وهكذا. النهارده انا مبسوط جدا. ما كانوش لابسين كده من شويه. مبسوط جدا ان يكونوا معانا، هم هيعرفوكوا على نفسهم بعدين. بنات المصاري. في مايو اللي فات، مايو 2015، احنا جينا اسكندريه كمجموعه بنات عضوات في ورشه، وجينا ننفذ نتاج الورشه اللي كان ألبوم. احنا مش بنغني، يعني مش مغنيين ومش شعراء، بس بنكتب وبنغني اللي احنا حاسين بيه من واقع تجاربنا. كانت محطتنا الاولى في اسكندريه استوديو البدروم، وبعدين بعد ما خلصنا تسجيل الالبوم رحنا نشرب قهوه في اتينوس اللي على البحر. كنا عاملين نفكر احنا هنسمي الالبوم ايه، لقينا ان اقرب اسم بالنسبه لنا هو اسم بنت المصاروه، خصوصا ان اسم كلمه بنت المصاروه موجوده في اغنيه قولوا لابوها. بنفس الطريقه اخترنا صوره الكفر بتاعه الالبوم. اخترنا بنت ملامحها مصريه جدا، موشومه بوشم صعيدي وعلى بقها بيرسينج. اخترنا الوشم عشان هو جزء من تراثنا، ومهما حاولنا نشيله هيفضل زي ما هو، ومهما عدى الزمن عليه هيفضل فيه اثر ومش هيختفي. الوشم هو كل حاجه احنا عدينا بيها من تجارب سيئه كبنات. الوشم هو اللي بيخلينا ازاي نقاوم، نقدر ونقاوم، نعدي ونعيش حياتنا باختيارنا. اما البيرسينج فهو اختيار مختلف تماما عن الوشم، واخترناه علشان نقول للناس ان كل حد اختار اختيار مختلف من حقه ان هو يمارسه بدون اي ضغط او اضطهاد. وشموها من صغرها والوشم كان ثابت، كبرت وعلى جسمها الوشم صار باهت، مع ان لونه راح على الروح خلاص علم، وعشان تطول حلمها لابد تتكلم. احنا نفسنا ان كل الستات يكتبوا ويعبروا عن تجاربهم الحياتيه اللي بيعيشوها على اختلافاتهم. نفسنا ان كل ست تكتب وتتكلم عن اللي بتعيشه، سواء ست كانت من المدينه او من الريف او من الصعيد. احنا بنحلم ان احنا نعمل ورش كتابه في محافظات في الصعيد علشان ستات الصعيد يكتبوا زي ما احنا كتبنا، ويحكوا عن تجاربهم وينتجوها زي ما احنا انتجنا البوم بنت المصاري. ألبوم بنت المصاروة هو نتيجة لشراكة بين استوديو بدروم ونظرة للدراسات النسوية. الأغاني من توزيع وتلحين بيتر ملاك اللي اتجوز سارة وحابين نبارك له. احنا حابين نشكر الجزويت على استضافتها لينا في أول حفلة لينا في اسكندرية، وحابين نقول إن كل القصص والأغاني هي مبنية على حاجات حقيقية حصلت في الواقع، ونتمنى ان انتوا تبسطوا معانا في الحفله بتاعتنا. يا واد يا بنت اسوان فاضيه، الستات واخده حقها تالت ومتلت. عايزه اهتمام يا عمي. دي شمال معقده وهتعنسي. اللي بتقوله ما بيحصلش، مالهمش شغله ولا مشغله. انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ ملاش حد كبير يلمها. يا عم ملاش كبير، دول مجانين. المرأة المتوحشة. زحمة ودوشة ميدان رمسيس كانت دايما بتزيد من توترها.
طلعت من محطة المترو وهي فاكرة كل حوادث التحرش اللي حصلت لها في نفس المكان. واحد كان معدي لمسها من ورا، لفت بسرعة وهي متحفزة جدا ومسكته من ايده، وهو قال لها ببجاحة: في ايه؟ هو انا عملتلك حاجة؟ هي ما اتكلمتش وفضلت بصاله في عينه. على المشهد ده الناس ابتدت تتجمع وهي لسه ساكتة، كل الناس كانت بتحاول تسلكه من ايديها. المتحرش كرر سؤاله وقال لها: في يا ست؟ هو انا كنت جيت جنبك؟ في اللحظة دي هي خرجت من صمتها وقالت له: لا لا، انت ما عملتش حاجة، انت زي الفل، انا اللي غلطان، انا اللي غلطان عشان انا بنت، انت مجرد مارست حقك اللي انت متعود عليه. بعد كده كل الناس اللي كانت موجودة في المكان وصمتها بالجنون بعد كلامها ودعوا لها بالشفاء، وفي الاخر هربوا المتحرش من ايديها. براحتي خط المشاة حلوة الخطاوي وساعة ما نبقى هبقى في كلبش وضع انتباه. قلت التنفس ضروري ومهم، بس الزهور قلت ممنوع ان اشم، ما اسمعش نفسك ده نوع من الاغراء، لحسن هتلاقي الناس تتلم. امشي زي الالف بس بهمزة طايرة، وعينيكي تكون في الارض في وجود نظرة حيرة، غطي عينيكي احسن تتحسي يا بنت، استحملي وما تعيطيش خلي المراكب سايرة. قلته الضحك فجر والفجر من الشيطان، والابتسام عند اللي زوفه وجود محرم عشان الاكفه، قلت الزفه من ضمن صفات تكون، هتكوني هاديه ولا هتفضلي الجنان؟ عيشتوني في وهم هردوني مسميات، خليتوني على الاداه لتنفيذ العادات. الوهم كان اسمه بنت والحقيقه سكات، هتعيشي هاديه ولا هتموتي زي اللي مات؟ مش بس من السراب، لسه فاكرة التبريئة والغيمة والضباب، هقول حاجات كتير قالوا يشبه مستحيلة، من حقي أجري الصبح بدري من غير تعليقات سخيفة، فيها إيه لو راكبة عجلة وما يتقالش تبت سقف، عشان ألبس فستان يبقى لازم فيه مناسبة، مش هموت لحد ما أفهم مفهوم الحرية. حريتي مش ملكي ليك دايما، هتبقى حق ليا، أبويا ولا أخويا ولا جوزي احترمني. فكر واسأل نفسك مرة ايه تعريف العيشة المرة، ترد تقولي احنا شايل مش عايشين برة، الخصوصية برضو حقي ولازم تحترم، انا مش ملكية عامة بتزيد عليها الألم، سيبوني عيش حياتي وبوش الحقيقي، مش من وانا لسه صغيرة بتخططوا في طريقي، انا جسمي بس ملكي مش هسمح بالتشويه، انا لسه حقوقي كتير فليسكت السفيه، الخطوة الاولى تقول من حقي اني اختار انا حياتي واعيشها باصرار، من حقي اكمل تعليمي لحد ما اكتفي، من حقي ابان لعالم مش عايزه اختفي، من حق اختار شريك مش شريك لعيلتي، يمشي معايا الطريق ويكمل مسيرتي، من حق اخويا يحترمني وما يهاجمش، مش بره يروح حريه ويجي عندي يقول لي هش. مش هموت لحد ما افهم مفهوم الحريه. تحرش لفظي بس من واحد اخرس. كان يوم طويل وممل جدا، والشغل كان سخيف قوي ومديري كان اسخف،
نزلت من الشغل وانا رايحه مقابله اسخف من اي حاجه في العالم. قطعت تذكره المترو وخدتها وعديت من المكان، وجيت نازله من على السلم الكهرباء لقيت حد بيخبط لي كده على كتفي. بصيت لقيته بيقول لي انا اتخضيت وما عرفتش اعمل ايه. ابتسمت له ابتسامه باهته كده وبصيت قدامي، خبط اكتر وراح لي انا اتخضيت وما عرفتش اخد رد الفعل اللي باخده كل مره، وقعدت اجري على المحطه زي المجنونه لحد لما دخلت عربيه الستات والباب قفل واتطمنت. قعدت كام سنه عشان اقنع اخويا ان انا اخته. هو ما كانش مقتنع علشان هو اه صحيح بينه وبين نفسه كان مبسوط ان انا بغني راب، بس هو ما كانش مقتنع عشان هو كان بيشوفني بغني في الشارع، فما كانش عايز يخش في اي مشاكل بسببي. فكان دايما يقول لي يا اما ان احنا اصحاب او جيران. بعدها عدى شويه وقت وظهرت في التلفزيون، رجع نفس الاخ يقنع الناس ان انا اخته، وبدا يشجعني ويحضر لي حفلات، وكمان كان بيجيب نفس الصحاب يحضروا حفلاتي. اخويا كل حفله بيحضرها ليا انا بقعد اهزقه، بس هو النهارده ما حضرش، مع ان المره دي انا مش جايه عشان اهزقه، انا المره دي جايه عشان اقول كونوا زي اخويا. بعد حادثة الاعتداء الجنسي الشهير اللي حصلت يوم 8 يونيو 2014 كنت حاسة زي أي بنت، كنت متضايقة ومقهورة ومخنوقة. بعد الحادثة دي كان في وقفة ضد التحرش معمولة في ميدان الأوبرا، نزلت الوقفة وأثناء الوقفة اتعرضت لتحرش لفظي وقررت إن أنا هعمل محضر. يوم الجلسة رحت المحكمة أنا وحد من أصدقائي، ولما دخلنا قاعة المحكمة صديقي سألني إذا كان المتحرش في القفص، واللي حصل بعدها إن صديقي نفسه دخل القفص، علشان إحنا عارفين طبعاً إن إحنا ما ينفعش نتكلم جوا قاعة المحكمة. بعدها اتنزلت عن المحضر زي ما كنت مكررة، وكنت بتحايل على كل كبير وصغير في المكان إن هم يخرجوا صديقي. هو فعلاً في الآخر خرج، بس اليوم ده أنا قلت لنفسي إن أنا مش هعمل محاضر تحرش تاني. ولولا ابوها انت
منه الفرشة ونقول أبوها إن كان جعان يتعشى بنتك شريفة وغرقت له الفرشة هاتوا دهب وبحتاروا بالكيلة ما هوش ويا في بياض الليلة هاتوا دهب وبحتاروا بالكيلة ما هوش ويا في بياض الليلة أحمر يا شرف الفلاحة أحمر وزي التفاحة أحمر يا شرف الفلاحة أحمر وزي التفاحة غالية كانت أجمل بنت ممكن عينك تشوفها في حارة بداوي كان شعرها زي سلاسل الذهب مجدول في ضفيرة واحدة وعينيها خضرة زي الزيتون خدودها وشفايفها لما بتبتسم وتضحك بيبقى أحمر من التفاح الأمريكاني أقصى حلم عند أي حد في الحارة دي إنها بس تبتسم له المرة دي هي مش بس اتبسمت دي اتبسمت وضحكت وحبت كانت بتروح للورشة رغم ان ما عندهاش عربية كل يوم تتلكك عايزة مفك عايزة صمولة اي حاجة بعد شوية لص تفرج قال لها انا بحبك يا بنت تتجوزيني هي اتكسفت وخدودها احمرت اكتر ووافقت غالية كان الوقت اللي جه لص تفرج يتقدم لاهلها اخوها اتخض شوية بس وافق كل اهل الحتة كانوا بيسألوا نفسهم سؤال واحد ايه اللي يخلي ست البنات تقبل تتجوز راجل عرج؟ محدش كان عارف الإجابة بس في ناس قالت يمكن الحب يعمل المعجزات شوية أكتر والفرح قرب معاده كان فرح غالية يشبه أفراح بنات كتير في المنطقة عندهم صوان وكهارب زغاريت ستات بتغني ونشارة ملونة على الأرض لكن اللي كان بيحصل في أوضة نوم غالية مختلف شوية كان في خناقة ما بين عمتها وخالتها وأمها وأخوها ولص تفرج نخلي الدخل قبل الفرح ولا بعد الفرح بما ان الفرح للعروسة والعريس والجري للمتعيس وخير البر عاجله احنا هنخلي الدخل قبل الفرح كمان عشان نخلص لسان اي حد قال ايه اللي يخلي ست البنات تتجوز لعرج طلعوا برا الاوضة وسابوا لص تفرج نص ساعة ومفيش خبر اخوها خبط على الباب بغل قوي لما فتحوا له قعد يزعق ويهيب زي الطور انت قاعد نص ساعه ما بتعملش حاجه يا نهار اسود ومنيل اطلع بره فرش ملايه بيضة على السرير وخلى امه تكتف غاليه من ظهرها وخلتها من رجل وعمتها من رجل وجاب مفتاح ولف عليه منديل ودخل هو على غاليه خرج وهو فخور قوي ان المنديل ما بقاش ابيض بقى منقط احمر لكن عينين غاليه ما بقتش خضرة بس كانت كمان متلغمطة ومتهببة بالكحل اللي أثار العياط كانت مغرقة وشها رغم إن الوقت عدى ويمكن مفيش غالية كتير بس في كل فرح بروحه أنا بشوف في عينين العروسة حتة من غالية Oh,
ضحكوا عليك ضحكوا، لا شرفها بين رجليها ولا يحكوا. قولوا لابوها ضحكوا عليك ضحكوا، لا شرفها بين رجليها ولا يحكوا. قولوا لابوها ان كان تعبان يريح، بنت المطر واصلا من المسلح. قولوا لابوها دي البنات موجوعه. زمان وانا صغيرة كنت لسه موعيش على حاجة، وجه الوقت اللي انا المفروض هدخل فيه المدرسة. بابا قرر ان هو يدخلني مدرسة لغات علشان الاقي فيها الحد الادنى من المعاملة الادمية. بابا كان بيدردش مع عمتي وقال لها الفكرة اللي جت في دماغه. عمتي كان عندها رأي في الموضوع ده وقالت له دي بنت، يعني اخرها بتجوزها، يعني من الاخر ما تصرفش المصاريف دي كلها على تعليمها. بس بابا كان عنده رأي مختلف، قال لها ساعتها انا بالنسبة لي البنت زي الولد، تخلص تعليمها وبعدين تشوف هي عايزة تعمل ايه. طول عمري كنت بتعلم ان انا عندي الحق في الاختيار. من فترة كنت قاعدة مع مجموعة من البنات اللي سنهم تقريبا كلهم اولى اعدادي. ابتديت كلامي معاهم باني اسألهم كل واحدة فيهم نفسها تعمل ايه بعد ما تخلص المدرسة، والبنات كلها ابتدت تشارك واحدة ورا التانية. في اللي قالت انها نفسها تكون مهندسة، وفي اللي نفسها تكون ممثلة، وفي اللي نفسها تكون دكتورة. بعدها انا ابتديت اسألهم على اي اساس هم اختاروا الحاجات دي. البنت اللي كان نفسها تكون دكتورة قالت ان هي اختارت ده علشان مامتها عايزة كده. وضحت لها سؤالي وقلت لها انا مش بسأل عن مامتك، انا بسأل عنك انتي، انتي عايزة تبقي ايه؟ البنت سكتت شوية وسرحت، وبعدين ردت عليا بمنتهى التلقائية انا عايزة ابقى ولد. كان ليا واحد صاحبي دايما كان شايف انه لا داعي للرد على المتحرش، وان اي بنت تسمع اي كلمة وهي ماشية في الشارع المفروض ان هي تكمل طريقها عادي جدا، عشان كل البنات اللي بيحصل لهم تحرش هما اللي عايزين كده وكلهم مش محترمين. عدى وقت وقابلت صديقي، خرجنا مع بعض واحنا ماشيين حصل له تحرش لفظي. نسيت اقول لكم حصل له تحرش لفظي ليه، اصل صاحبي طول شعره وبقى عنده ديل حصان. واحد اتحرش بيه تحرش لفظي وفجأة لقيت علامات الكسوف على وش صاحبي وبصلي هو مش عارف يعمل حاجة. بصلي عارفين بصت انا اسف كان عندك حق. بعدها على طول اتدورنا انا وهو وردينا على المتحرش. عشان تكمل معرفتش تعمل ايه، انت لازم تتحمل والطريق لازم تمشيه، لازم تصرف تشتغل وكمان لازم تحب، لازم تكون احسن حبيب وابن وكمان اب. قالوا لك وانت صغير لو بتموت ما تعيطش، ولو هي الاميرة لازم انت تكون الوحش. في البيت لو مراتك رخت لازم تشد، مع اختك تبقى جامد وعايزها زيك جد. انت اللي علو صوتك من قوتك مش عورة، انت اللي شبهوا بيك الحريم في الثورة. افتخر بغريزتك عادي وامشي عاكس، هتلاقي كل يوم في دماغك بتزيد الهواجس. وبنتك اوعى في يوم تشوفك وانت حزين راح تتهد صورة القوة، والكلمة تبقى اتنين وبجملة المشاعر. اوعاك في يوم تتألم في نظرهم بعد تنفيذ الحاجات دي بقيت معلم. انت الكامل انت العاقل وهن ناقصات، انت الكاهن في الكنيسة وهن راقصات. شرفة ليس له وجود زي ما عندها اتولد، لما قالوا ده ولد شد ظهري والسنة. انت الكامل انت العاقل وهن ناقصات، انت الكاهن في الكنيسة وهن راقصات. شرفك ليس له وجود زي ما عندها اتوجد، لما قالوا ده ولد اتشد ظهري واتسند.
الذنوب، ذوق المزاهر الزر عمره ما لغى الذنوب، مش شرط ادفع حسابها، بيني وبينها المشاركه لو اتقلمت احس ما انا انسان عادي عيط قدامها، اصنامكم دي عاداتكم هكسرها، مش هبقى عبد في غيري كتير ساكتين، فبالنسبه لكم انا مستبد، ابني هربيه واقول له كلام كتير نسيتوه، لو اتقسمت عن كوني انسان هكون معتوه، علاقتي باي انثى مبنيه على اتزان، غبائكم ربة بنت معقده وراجل جعان، مجتمع وجه وطلع الاتنين طالبين نلوم، فصلونا بجهلهم في اعداديه العلوم، امضاء واحد منكم كان عايش علشان يسقف، قرر يحس بالبرد وخلاص بطل يصيح، كامل انت العاقل وهن راقصات، انت الكاهن في الكنيسه وهن راقصات، شرفك ليس له وجود زي ما عندها اتولد، لما قالوا ده ولد شد ظهري واتسند، انت الكامل انت العاقل وهن ناقصات، انت الكاهن في الكنيسه وهن راقصات، شرفك ليس له وجود زي ما عندها اتوجد، لما قالوا ده ولد شد ظهري واتسند، انت الكامل انت العاقل وهن ناقصات، انت الكاهن في الكنيسه وهن راقصات، شرفك ليس له وجود زي ما عندها اتوجد، لما قالوا ده ولد شد ظهري واتسند، انت الكامل انت العاقل وهن ناقصات، انت الكاهن في الكنيسه وهن راقصات، شرفك ليس له وجود زي ما عندها اتوجد، لما قالوا ده ولد شد ظهري واتسند. هي بتشتغل مونتيرة افلام، راحت تحضر ورشه مونتاج مع مجموعه من السينمائيين، اول يوم في الورشه كانت متحمسه جدا، بس ما لاحظتش ان هي الوحيده المحجبه اللي كانت مشاركه في الورشه، بس مع مرور الوقت ابتدت تحس ان الناس اللي حواليها بيتعاملوا معاها بطريقه مختلفه عما بيتعاملوا مع بعض. في اخر يوم في الورشه بعد ما كانت كونت صداقات وعلاقات مع المشاركين في الورشه، في حد منهم قال لها: عارفه يا ندى، انا اول ما شفتك كنت مش عارف ايه اللي جابك هنا، كنت متاكد ان انت فاشله، بس بصراحه انا استغربت، اصلك طلعتي بتفهمي. انا واهلي علاقتنا بقى لها حوالي سنتين متوتره جدا، في العيد اللي فات اضطريت اقضيه مع اصحابي رغم اني اتبسطت، بس هما كانوا وحشيني قوي، لما رجعت قررت ان انا هزور خالي، بعد ازيك يا اسقوسه وسلامات وعامله ايه، بص لوشي كده وقال لي: ايه الخرا اللي انت عاملاه في خليتي، وبعدين ما اللي تشيل الطرحه تعمل اي مصيبه على دماغها. بص يا بنتي، بص يا بنتي، انا هقول لك كلمه واحده، خلي الوازع يجي من جواك انت، ما تخليش حد يسمعك كلام ملوش لازمه، وبعدين طلعتي لي في بيبل يومين لقيتك اسمك اسراء يسرية صالح، ايه يسرية دي؟ ايه يسرية؟ مسمية نفسك على اسم امك؟ يا نهار اسود امي، بتقولي الناس اللي مالكيش اب ومالكيش كبير بالنسبه لدعوهم لابائهم ايه؟ انت يا بنتي ما في ماشيه بمخك كده خالص، انت ضايعه. قلت لها: خالو بس معلش، يعني ايه علاقه اسم امي وشكل شعري بالناس؟ يضايق مين فين؟ فقال لي: ردي واتكلمي اكتر. عامه انا لما بصيت على صورتك افتكرتك واحده من اللي بياخدوا كروت شحن عشان يطلعوا للكاميرا، وانا سكت واتخضيت كده، وبعدين قلت له: طب وبعدين؟ قال لي: بقى عارفه في مره طلعت لي واحده على الفيسبوك من اللي بياخدوا كروت شحن ويطلعوا للكاميرا، ولقيتها كاتبه: انا نفسي كل الناس تشوف رجليا وجسمي، بس انا اهلي عمرهم ما هيرضوا، انا هستنى لما اتجوز واحاول اقنع جوزي عشان الناس كلها تشوف رجليا وجسمي، حتى اللي بيبيعوا نفسهم بيخافوا من اهاليهم وبيعملوا لهم حساب. يا بنت انا مش عايزه اضايقك واسمعك كلام سخيف، لكن انت اللي بتجبريني، قومي بقى هاتي لي ميه عشان ابلع الكلام اللي خليتيني اتطرق له ده. هتخلص وابتدي نفس البدايه، عيش حرب كبيره مش لاقيه لها نهايه، كل يوم بقول هتخلص وابتدي نفس البدايه، قولي ليه تحولها لحرب، قولي ليه تخلي من وجودي ذنب، قولي ليه تحولها لحرب، قولي ليه تخلي من وجودي ذنب. هحكي لك موقف صغير يبدا من وانا في البيت،
في يوم صحيت من النوم لقيت ماما عاملة لي الفطار وابتدى نفس الحوار. مفيش نزول مفيش طلوع ومن النهاردة مفيش غنى مفيش غنى. الغنى ممنوع والزعل مرفوع. هنقول ايه للناس عن بنت كبرت والحجاب مقلوع. الغنى ممنوع والزعل مرفوع. هنقول ايه للناس عن بنت كبرت والحجاب مقلوع. يا ماما بس اسمعيني حاولي يمكن تفهميني. ده قراري وده اختياري ومش هينفع تكبريني. يا ماما بس اسمعيني حاولي يمكن تفهميني. ده قراري ومش هينفع تكبريني. يا بنت عقلي انا وابوكي عنك مسؤولين ومن النار مرعوبين. ده غير كلام الناس التانيين. بأني عقل وأيدي بأني عقل وأيدي تكونوا عني متحاسبين. بأني عقل وأيدي تكونوا عني متحاسبين. وانتهى الحوار انتهى الحوار. وادي أبسط الحاجات ماشي في الشارع سكات. صوتي عورة جسمي عورة كل حاجة حلمنا بيها لازم عورة. ماشي في الشارع سكات. وادي أبسط الحاجات ماشي في الشارع سكات. صوتي عورة جسمي عورة كل حاجة حلمنا بيها لازمها ثورة. حياتي حرب كبيرة مش لاقية لها نهاية. كل يوم بقول هتخلص وابتدي نفس البداية. قولي ليه تحولها لحرب. ليه تحولها لحرب قولي ليه. تخلي من وجودي دم قولي ليه. ليه تحولها لحرب تخلي من حياتي حرب كبيرة مش لاقية لها نهاية. كل يوم بقول هتخلص وابتدي نفس البداية. قولي ليه صوتي عورة جسمي عورة كل حاجة حلمنا بيها لازمها ثورة. حياتي حرب كبيرة مش لاقية لها نهاية. يوم بقول هتخلص وابتدي نفس البداية. قولي ليه تحولها لحرب. ليه تحولها لحرب قولي ليه. ليه تخلي من وجودي ذنب قولي ليه. دخلت المدرسة وبابا دخلني نشاط قعدت فيه حوالي 14 سنة من عمري. كنت بطلع معسكرات مع النشاط ده مما يستدعي طبعا اني ابات برا البيت. كنت فخورة دايما ببابا اللي كان بيخليني اعمل كل اللي انا عايزاه. بس تقريبا كنت ناسية ان انا كنت بعمل كل اللي هو كمان عايزه. اتخرجت من المدرسة وسبت النشاط وبقى ليا نشاط سياسي وقررت ان انا هدخل حزب. دي لوحدها طبعا كانت محتاجة خناقة. المهم دخلت الحزب وجي معاد المعسكر التصفيفي بتاع الحزب. رحت دخلت على بابا كده وقلت له بابا انا هروح المعسكر اللي مع الحزب. رد بابا عليا كان لا. ليه لا يا بابا؟ هو كده يعني ايه كده يا بابا؟ اكيد كل حاجة ليها سبب. بابا سرح في الافق وبعدين رد عليا وقال لي اصل احنا ما عندناش بنات تبات بره البيت. نعم يا بابا امال كل السنين اللي كنت ببات فيها بره البيت دي كانت ايه؟ لا 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 بس الوضع يختلف يا مارينا. يعني انت قبل كده كنت بتروحي مع المدرسه لكن دلوقتي انت بتروحي مع الحزب. واحنا عمرنا ما كان لينا نشاط سياسي ولا حد فينا يدخل يفكر يدخل احزاب. لا 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 وبعدين هتروحي تبيتي مع ناس ما نعرفهمش. بابا انت عمرك ما كنت تعرف الناس اللي انا بروح معاهم. المهم المناقشة انتهت على كده وبابا اخد قرار حاسم بان انا مش هروح المعسكر. وفعلا ما رحتش اصل ابويا كان خايف عليا. الساعة 12 الا ربع بالليل وانا عايزة اوقف تاكسي مفيش ولا عربية راضية تقف. فجأة راجل ابن حلال كان بارقة امل
لف يوتيرن ووقف لي. لسه بفتح العربيه وقعدت كنت بيقول لي اقسم بالله العظيم يا قبله انا بس وقفت لك عشان شايفك بتشقطي 3 مرات. قفلت الباب قلت له طب كتر خيرك. قال لي الا القبله عندها كام سنه ولا في سنه كام؟ قلت له القبله شحطه عندها 26 سنه. قال لي طب والقبله عدلها جه؟ تحرك ده مش موضوعنا بس عامه ما جاش. كمل بقى على طول وحضرتك انا رايحه الشغل والله العظيم. راح منور النور وراكن على جنب ومهدي وباصص لي ورا قال لي شغل ايه ده اللي الساعه 12 الا ربع يا راجل؟ قلت له حضرتك احنا شركه محترمه بتشتغل 24 ساعه في اليوم، زماني الاخبر خلاني اشتغل في النايت شيفت وانا دلوقتي بقى اتفضل اطلع بسرعه عشان هتاخرني على الشغل. قال لي بقول لك يا قبله بما ان يعني عجلك ما جاش فانا هديك نصيحه من اخ صغير اخ كبير خدها وخلاص. مفيش راجل محترم هيقبل باللي انت بتعمليه ده. وبعدين بقى يزعق لك على التاخير فتضربوا بعض فتتطلقي وتعيشي طول عمرك كده وانا بجيب لك من الاخر. طب معلش ربنا يسترك ويستر طريقك كمل على طول. كمل. وراح قايل لي معلش يا قبله بس والله العظيم السؤال عمره ما حاره. وانت ابوكي موافق على اللي بتعمليه ده؟ اللهم طولك يا روح. ابويا متوفي يا عم الحاج لا لحق يوافق ولا يعترض. اتفضلي امشي بقى. الله يرحمه الله يرحمه. وامك موافقه وربنا حصلته امشي بقى. شويه ووصل وراح قايل لي هو طول ما هو ماشي في السكه عمال يقول لي والله العظيم يا قبله ربنا رب قلوب وربنا يكبر قلبك بكره يبعت لي ابن الحلال اللي يقعدك في البيت. بس انت قولي يا رب والله العظيم قولي يا رب وانت تقعدي في البيت. يا عم انا مش عايزه اتنيل نزلني بقى. بص يا قبله من الاخر يعني العداد كان عامل 10 جنيه وعشان انت مكافحه زينا انا هاخد 5 جنيه بس. اديت له 5 جنيه وانا عمال اقول الهي يا رب قبلك كل يوم. فهمونا زمان ان احنا بنات صوتنا مكتوم جوانا تساؤلات ممنوع كلام ممنوع السلام. فهمونا ان الجهل امان. تكسر السلاسل تكسر البيوت تروح تعدي السور وتطلع غور 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 غور
كنا خايفين جدا جدا من ردة الفعل بتاعه الحفله او بتاعه الالبوم، لكن احنا كنا متخيلين ده يعني عشان احنا عدينا خطوط حمراء كتير. رد الفعل كان مشجع جدا واحنا انبهرنا بيه، وحابين كمان ان احنا النهارده نشكر صحابنا اللي جم يحضروا حفلتنا للمره الثالثه، لان المره الاولانيه اضطرينا نعمل حفله تانية بعد الحفله بربع ساعه لان العدد كان كبير جدا. شكرا لكل اصحابنا اللي جم ورانا كعب داير من القاهره. عايزين نشكر مركز الجزبيد على الاستضافة. ونشكر ندى رياض ومصدقة المشروع. وتسليم. ونشكركم انكم حضرتوا، نتمنى نشوفكم في حفلات تانية قريب.